أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبين بخوض التدريبات على فترتين في معسكر بولندا الذي دخله الفريق استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية والتي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 25 من مارس إلى 6 من إبريل القادم. واستقر محمد مصلحي المدير الفني للفريق على تكثيف التدريبات بعدما خاض الفريق 3 مباريات ودية ويستعد لخوض وديته الرابعة يوم الثلاثاء. ويسعى مصلحي إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل نهاية المعسكر والعودة للقاهرة يوم 22 من مارس الجاري.